اهلا بيكم ابنائي وبناتي طلاب الصف الرابع الابتدائي. النهارده ان شاء الله هنذاكر مع بعض يونت 2 كونكت بلس. يونت 2 بتتكلم عن plants and animals، والنهارده هنتكلم عن الفيرتبريتس. وقبل ما نبتدي، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ويلا بينا نبتدي. read and listen. How many types of animals lay eggs؟ طب النهاردة هنشوف groups، هنتكلم عن كذا group للanimals ومين فيهم lay egg يعني بيضعوا بيض. Vertebrates are animals with a back bone. أي vertebrate يا ولاد، أي animal، عشان أقول إن هو vertebrate يبقى لازم يبقى عنده back bone، عنده عمود فقري. حط إيدك كده ورا عند رقبتك في نص ظهرك وانزل تحت، هتلاقي انت عندك ايه؟ back bone، عندك عمود فقري back bone. there are five different types of vertebrates. طيب احنا قسمنا بقى الانيمالز لvertebrate وinvertebrate. اللي عنده back bone بقول عليه vertebrate، واللي مش عنده back bone بقول عليه invertebrate. طيب الvertebrates يا ولاد اللي عندهم back bone قسمناهم لكام جروب؟ لfive groups. Five groups, five different types of vertebrates. طيب أول جروب هنتكلم عليه تبع الفيرتبريت هو الماملز. ماملز، ماملز، الثدييات، ماملز. طيب الماملز طالما هي تحت الجروب بتاع الفيرتبريت يبقى هي عندها باك بون. برافو، باك بون. طيب تعالوا نشوف صفات الماملز. الماملز دول جروب ليهم نفس الصفات او شكل او صفات شبه بعضها. ايه الصفات الاساسيه اللي بيتميز بيها الماملز؟ ان هم عندهم ايه؟ ماملز have hair or fur on their bodies. البوديز بتاعتهم covered with hair او fur. طيب زينا احنا البودي بتاعنا متغطي بايه؟ بهير، هير خفيف، يبقى احنا ماملز. طيب هنجيب جروب تاني مثلا زي البير. البير covered with fur. الكاتس، الكاتس عندها ها فير. طيب مثلا الهورسز، الكاوز، كل دي ماملز. ليه؟ لان هي covered with hair and fair. تمام. طيب ايه كمان للايه تاني صفات الماملز؟ they are warm blooded. البلد بتاعنا يا ولاد warm، احنا البلد بتاعنا دافي او سخن، بالتالي احنا درجة حرارة جسمنا 37، صح؟ طيب يبقى الماملز برضو كلهم عندهم warm blooded. البير، الكاو، الهورس، كلنا warm blooded. البلد بتاعنا warm. ايه ده يا ميس، هو في حد عنده blood مش warm؟ اه بالظبط، هناخده في الجروب اللي بعده. يبقى they are warm blooded، يبقى احنا covered with hair and fur. body بتاعي كمان ايه؟ عندنا warm blood، او احنا warm blooded animals. they feed their babies with milk. احنا بنغذي feed with، يبقى بنغذي feed with، بيغذي او بيطعم. they feed their babies with milk. كلهم بيتغذوا ايه؟ milk. يعني اي mammal فهم feed their babies milk. هنيجي للهورس، هو هورس mammal ولا لا؟ اه ده feed their baby milk، يبقى mammal. طب عنده warm blooded، يبقى mammal. And most of them give birth to their babies. يبقى هما بيعملوا ايه؟ هما بيلدوا او بيجيبوا بيبي. يبقى اي animal بيجيب بيبي على طول، يعني مش بيجيب egg، بيجيب بيبي على طول، يبقى ده mammals، بيلدوا. Mammals they give birth to their baby. يبقى give birth warm blooded. We feed their babies with milk. طب ايه تاني يا ولاد؟ they don't lay eggs. احنا قلنا ان احنا من ايه؟ لا نضع بيض. lay egg يضع بيض. lay egg يضع بيض. يبقى humans are mammals. احنا كده يبقى احنا mammals، احنا give birth warm blooded. we feed their they feed our babies with milk. طيب ايه كمان؟ most mammals live on land. أغلبية الماملز فين بيعيشوا؟ فين بيعيشوا؟ on land، على الأرض. but some live in the sea. في جروب منهم live in the sea. زي إيه؟ زي الويلز، دولفينز، سيلز، كلب البحر، ويل، الحوت، الدولفين اللي هو الدولفين.
Bats are the only mammals that can fly. البيتس يا ولاد هي الماملز الوحيدة اللي ايه كان فلاي، مفيش ماملز تاني بيطيروا. يبقى احنا كده عندنا الماملز 3 جروبس. اكبر جروب هو الليف اون لاند، والجروب التاني ليف ان ذا سي، والباتس اللي هي ذات كان فلاي. ذا سكند تايب اوف فيرتبريتس هي الريبتايلز. ريبتايلز يبقى اول حاجه قلناها ماملز، تاني جروب هو الريبتايلز. These are reptiles. طيب تعالوا نشوف صفات الريبتايلز. Reptiles are cold blooded. هما cold blooded. Blood بتاعهم cold. This means that they have to spend time in the sun to keep warm. يبقى هما البادي بتاعهم مش دافي. أمال بياخدوا الحرارة بتاعتهم أو بيدفوا جسمهم ازاي بدل ما يسقعوا أو يتلجوا؟ بي have to spend time. المفروض ان هما يقضوا وقت اطول فين؟ in the sun to keep warm. السن هي اللي بتخليهم ايه يدفو، انما احنا البادي بتاعي اصلا already دافي، انا warm blooded، انا البادي بتاعي اصلا دافي، انما هما بيجيبوا الدفء منين؟ من السن، من الـ environment، من البيئة المحيطة. most reptiles have four legs. اغلبية الريبتايلز يا ولاد عندهم four legs، 1 2 3 4، بس except مين؟ snakes. هم الوحيدين who don't have any يعني ما عندهمش اي legs. يبقى الريبتايلز عندهم four legs ما عدا مين؟ except snakes that don't have any. they don't have hair or fur. البادي بتاعهم مش covered with hair or fur، اما covered with a scales. شايفين السكيلز بتبقى ناشفه كده، سكيلز. يبقى ايه عندهم؟ حراشيف او سكيلز. in addition بالاضافه all reptiles lay eggs. هم ايه؟ بيجيبوا eggs. lay eggs لكن احنا give birth. يبقى لو قلت لك اعمل comparison كده ما بين الريبتايلز والمامز، احنا الاثنين عندنا باك بون. احنا الاثنين عندنا ايه؟ باك بون. بس الريبتايلز cold blooded، انما الماملز warm blooded. طب البادي بتاعي covered with ايه؟ with hair or fur. انما الريبتايلز covered with scales. تمام، احنا give birth، انما الريبتايلز lay eggs. most reptiles live on land. برضو هم الاغلبية live on land. طب في جروب منهم بيعيش في الريفرز او السي زي التيرتلز، but they come onto the land to lay eggs. طب ال eggs اللي بيطلعوها مش بيحطوها في المية، بيطلعوها يحطوها فين؟ onto the land to lay their eggs. طيب نيجي لجروب 3 الامفيبيانز. amphibians can live on land and on water. جروب الامفيبيانز يا ولاد هم بر مائيات، يعني هم بيعيشوا في الاثنين، في اللاند وفي الووتر، on land and on water. But they need water or a moist habitat to survive. يبقى عشان يعيشوا على اللاند لازم اللاند دي برضو تكون wet land، مبلولة او فيها water، moist. لازم يتبقى ايه؟ moist habitat to survive. Like reptiles they are cold blooded. برضو هما cold blooded. And they lay eggs. يبقى هما اللي حاجتين، هما برضو lay eggs و cold blooded. طيب amphibians like frogs and toads. الامفيبيانز يا ولاد زي التودز والفروجز اللي احنا خدناهم في الساينز، وكمان في السالامندر، كل دي amphibians. always lay their eggs in water. طب الامفيبيانز كده بقى بيحبوا يحطوا الايجز بتاعتهم فين؟ في الووتر. انما الريبتايلز بيحطوها فين؟ onto the land. اوكي طيب they have smooth skin not scales. السكن بتاعهم smooth ناعم وبيبقى moist. they can take عشان يعملوا بيه ايه؟ they can take in oxygen through their skin and their lungs. يبقى هما بيعرفوا يتنفسوا بالحاجتين، through skin و through lungs. عشان كده السكن بتاعهم moist وبيبقى smooth ناعم. يبقى الريبتايلز البادي بتاعهم covered with scales، انما الماملز covered with hair or fur. والامفيبيانز لا، هم عندهم سموث سكن. تمام طيب بالنسبه للاجز الريبتايلز والامفيبيانز الاثنين،
Yes, lay eggs. إنما mammals give birth. برافو. طيب إحنا warm blooded. إنما الريبتايلز والأمفيبيانز هما cold blooded. طب وخلي بالكو إن الأمفيبيانز take in oxygen through skin and lungs. الاثنين. طيب نيجي لجروب 4 الفيش. Fish live in water. طبعا هما بيعيشوا في المية. Take in oxygen through their scales. And taking oxygen through their gills. الwater بتدخل من الماوث وبعدين تعدي على الجيلز. الجيلز هي اللي absorb oxygen. اللي بتاخد الاكسجين. They can't breathe air. هي مش بتعرف breathe air. انما بتاخد الاكسجين منين؟ من الwater. برضو they are cold blooded. برضو هما البلاد بتاعهم cold. يبقى هما محتاجين ياخدوا الدفء بتاعهم منين؟ من الانفايرومنت. يبقى كده الريبتايلز cold blooded والامفيبيانز والفيش كان كلهم cold blooded. هما جسمهم مش دافي زينا. And they lay eggs. برضو كلهم lay eggs. They also have scales. هما عندهم البادي بتاعهم covered with scales. زي مين اللي كان عنده scales؟ برافو الريبتايلز. And they use fins to move. بيتحركوا منين؟ ما عندهمش legs. عندهم ايه؟ fins to move. يبقى الفينز بتاعتهم هي اللي بتخليهم ايه؟ يتحركوا. There are thousands of different types of fish in all water habitat. طبعا في منهم الاف ايه الانواع. Salt. وكان بيعيشوا فين؟ في salt water, fresh water with land. المية المالحة والمية العذبة والارض المبللة. طيب نيجي لاخر جروب وهو جروب البيردز. طيب البيردز هي cold blooded ولا warm blooded؟ لا البيردز بقى في دي زينا warm blooded animal. يبقى عندي two groups بس من الvertebrates هما اللي warm blooded. الماملز والبيردز. بس كلهم lay egg. برضو البيردز بتجيب egg. طيب البادي بقى بتاع البيردز عنده ايه؟ ما عندهمش فير ولا هير ولا عندهم سكيلز. وما عندهم ايه؟ All birds have feathers. عندهم ايه feathers؟ عندهم ريش. Feathers. Feathers. And they all have wings. يبقى عندهم two wings وعندهم feathers. طبعا they lay eggs which are hard. وبتبقى طبعا ناشفة. Most birds زي طبعا البيض اللي احنا بناكلها. Most birds can fly. كلهم بيعرفوا يطيروا تقريبا. But some can't. في حبة مش بيعرفوا زي ايه؟ الاستريتش مش بتعرف ايه تطير. والتشيكن والدك كل دول مش بيطيروا. They have beaks. عندهم ايه؟ منقار. They have beaks which are made of bone. ودي عبارة عن عظم. Bone. بتبقى ناشفة. Bone. يبقى هم عندهم ايه؟ beaks which are made of bone. بتتميز بيها البيردز. يبقى عندهم two wings وكمان lay egg وعندهم ايه peaks. Their peaks are different shapes because they eat different food. طبعا البيكس بتاعتهم بتتغير شكلها بيتغير عنده different shapes على حسب ايه؟ على حسب الفود. Because they eat different food. طيب some birds eat meat. بعضهم بياكل الميت اللحوم زي الايجل بياكل حيوانات صغيرة. طيب some eat nuts اللي هو المكسرات. و some eat seeds بياكل حبوب. طب نبقى نخلي بالنا ان الفيش taking oxygen by through either a gills. انما الامفيبيانز كانت through skin and lungs. Read again the right the type of vertebrate. عندنا 5 groups من الvertebrates اللي هما ايه؟ mammals, reptiles, amphibians, fish and birds. mammals, reptiles, amphibians, fish and birds. طيب اول حاجة الكروكودايل. الكروكودايل تبع ايه؟ برافو reptiles. طيب الاستريتش طالما البادي بتاعها covered with feathers وعندها 2 wings ولاي eggs يبقى هي birds. طيب live in water وعنده scales ايوه fish. طيب الامفيبيانز كانوا smooth skin زي الفروج. طيب والاليفانت طالما give birth warm blooded وhis its body covered with fair or hair يبقى mammals. mammals reptiles amphibians fish and birds.
طيب listen and say. قلنا ال horse هو vertebrate. vertebrate دي أهم words موجودة في ال lesson. vertebrates. fins. fins زعانف زي fins. وكمان ال fish taking oxygen through هيوة gills. gills عندهم gills. fair فرو. fair fair. scales. scales. pick. 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 now let's write a sentence. vertebrate. طيب انا اعرف ايه عن الvertebrates؟ هم جروب من الانيمالز عندهم ايه؟ backbone. يبقى ده اللي انا هكتبه. vertebrates are animals with a backbone. vertebrates are animals with a backbone. طب تعال نحط الماملز in a sentence. انت تعرف ايه عن الماملز؟ they are warm blooded. mammals are warm blooded. وممكن حد تاني يقول لي mammals are animals that give birth. كده صح برضو. طيب bats fly. yes ها احنا نعرف ايه عن البيتس؟ bats are the only mammals that can fly. طيب عايزين نحط reptiles وleg. هما الريبتايلز عندهم كام leg؟ 4. يبقى الريبتايلز have 4 legs or most reptiles have 4 legs. نيجي عند الامفيبيانز we eggs. يعني كده سهلنا الموضوع. امفيبيانز ما لهم lay eggs فين؟ in water. انما الريبتايلز كانت ايه؟ on the land. طب fish and gills احنا كنا بنقول ازاي بيتنفسوا؟ breathe بايه؟ through their gills. يبقى fish take in او breathe oxygen through their gills. انا كده عندي two expression. يا اما اقول breathe in يا اما take in oxygen through their gills. طيب listen to. بنتكلم فيه هو جايب معلومات بسيطة عن الانيمالز في من خلال ايه؟ ان احنا هنستخدم الكومباريتيف او السوبرلاتيف اللي هو bigger than او smaller than, the biggest او the smallest. طب تعالوا نشوف مع بعض الانيمالز مين اكبر انيمال ومين اكبر فيش ومين اكبر بيرد وهكذا. in the natural world في العالم الطبيعي there are some enormous animals. enormous هنا دي كلمة مهمة ودي معناها very big. enormous 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 animal and some tiny ones. tiny عكسها enormous كبير جدا very big و tiny very small. يبقى enormous is opposite to tiny. enormous and tiny. enormous and tiny. the biggest animal on the land. أكبر animal عايش on the land is a mammal. إيه هو؟ الأفريكان elephant. الفيل الأفريقي. the African elephant. يبقى مين the biggest mammal عايش؟ مين the biggest animal on the land؟ عبارة عن mammal. إيه هو؟ الأفريكان elephant. الأفريكان elephant is bigger than the Asian elephant. أكبر من الأسيان اللي هو الفيل الأسيوي. طيب the biggest animal in the world في العالم بقى احنا مش بنتكلم ان هو عايش على الأرض. في العالم في العموم هو برضو mammal but it lives in the sea. بس ده عايش في السي اللي هو ايه؟ blue whale. يبقى أكبر animal في العموم هو blue whale في الورلد. طب أكبر animal عايش on land عايش على الأرض هو African elephant والاتنين mammals. and it can be up to 30 meter long. هو ممكن يبقى يوصل ل 30 meter long يعني طويل جدا. in fact في الحقيقة they are the biggest animals that have ever lived on the earth. في الحقيقة they are the biggest animals. دول أكبر الانيمالز اللي عايشين فين؟ على الارث. يعني منذ من ساعة ما الارث اتخلقت that ever lived on the earth. ساعة ما الارث اتخلقت من ساعة ما الارض كانت موجودة هم دول أكبر animals موجودين. حتى يعني معنى كده ان هو بيقارن بأي وقت بأي عصر. the whale shark is the biggest fish. في نوع من الشاركس اسمهم whale shark is the biggest fish. الشارك هو عبارة عن fish مش mammal.
معنى كده ان هو lay eggs، مش زي الويل. الويل كده give birth، ما احنا قلنا الماملز give birth، تمام؟ طيب the whale shark is the biggest fish، يبقى مين اكبر fish؟ هي الويل شارك. مين اكبر animal؟ البلو ويل، وده ماملز. طب ومين اكبر انيمال عايش على الارض؟ برضو ممل، اللي هو الافريكان اليفنت. يبقى اكبر فيش هي الويل شارك. It is smaller than، وده اصغر طبعا من ايه؟ من البلو ويل. At about 12 meters long. The smallest bird is the bee hummingbird which is about 5.5 centimeters long. شايفين طولها قد ايه؟ 5.5 centimeters، حاجة صغننة جدا. Bee hummingbird، يبقى هي the smallest bird، اللي هي طائر النحلة الطنان. طيب بتعيش فين يا ولاد؟ lives it lives in Cuba. The biggest bird is the ostrich. طب مين أكبر بقى bird؟ هي الأسترتش. طب قد إيه هي؟ it can be 2.5 meters، ممكن طولها يوصل 2.5 meters tall. Ostrich are faster than leopard، الفهود أسرع من الفهود، لأن الفهد دايما معروف إن هو سريع، فالنعام أسرع. Ostrich are faster than leopard but they can't fly، ما بيعرفوش إيه؟ يطيروا. يبقى at 2012 scientists discovered a tiny chameleon. فين؟ في مدغشقر. طيب افتكروا إن دي the smallest reptile، ما هي الكاميليون تبع الريبتايلز، بس لا ولا إن it is bigger than a frog، دي طلعت أكبر من فروج. فين؟ في بابوا نيو جيني، في بلد اسمها غينيا الجديدة. طيب غينيا دي لقوا فيها ايه؟ لقوا فيها فروج. طيب وطولها قد ايه؟ 7 مليمترز لونج، يعني شايفين 7 مليمترز دي صغنونة جدا، مش محصلة حتى 1 سنتي. So it is the smallest vertebrate that we have discovered، يبقى أصغر vertebrate احنا لقيناها هي الفراغ اللي في مرقوها فين؟ في بابوا نيو جيني. انما اكبر vertebrate فهو البلو ويل، لكن اكبر animal موجود على اللاند هو الافريكان elephant. بالنسبة للبيردز، مين اكبر بيرد؟ هي الاستريتش، والسمولست البي هامينج بيرد. Did you know ants؟ طب هنا بقى هناخد معلومة. Did you know ants are small؟ طبعا انت شايف ان ants small، but they are extremely strong، بس هم very strong. وما ينفعش هنا ان انا اقارن بالvertebrates بالانس، لان الانس مش vertebrate، ما عندهاش back bone، يبقى مش تبع vertebrates. يبقى مع انهم small but they are extremely strong، هم اقوياء جدا for their size، بالمقارنة بحجمهم فهم they are much stronger than human، بالمقارنة بحجمهم هم اقوى مننا، بالنسبة لحجمه هو اقوى مننا. طيب تعالوا هنا نقارن ما بين الانيمالز، مين smaller ومين bigger. طيب لو في حد لسه مش فاهم قوي ازاي يعمل comparative او يعمل superlative adjectives، ارجع تاني للفيديوز وانا هحطها لك فوق، وهحطها لك تحت لينك تحت الفيديو في اول كومنت. ارجع ل connect unit 2 lesson 3 و unit 3 lesson 2، وانا هحط لكم الايه اللينكس تحت. طيب number 1 an Asian elephant is ايه؟ زين الافريكان، ما احنا قلنا مين اكبر الافريكان، يبقى smaller than. The Asian elephant is smaller than the African elephant. طب a blue shark is a than a whale shark. طبعا ال blue shark is bigger، ما هو اكبر ممل عايش على الارض، مش على اللاند، انا قصدي عايش على الارض. Number 3 an ostrich is than a bee hummingbird. طبعا الاسترتش هي bigger than a bee hummingbird. A frog in Papua New Guinea طبعا smaller، وهي دي the smallest animal on earth. Look and write. طيب تعالوا بينا بقى نكتب نحل السنتنس من خلال مقارنة comparative. An ostrich، طب ولازم بعديها نيجي البي ده قصده بيها verb to be، يبقى هنا verb to be هيبقى is. An ostrich is fast، هتبقى faster than a leopard. An ostrich is faster than a leopard. Number 2 a bee hummingbird، yes هنا هنحط is، small هتبقى smaller than an ostrich. Ants bee، يبقى هنا ants هنا مع or بقى ants
are stronger than humans. أقوى إيه من الإنسان. طيب true or false. Number one, the biggest animal in the world lives on land. طيب هو أكبر animal في العالم عايش في land؟ لا طبعا هو كان blue whale وده عايش في السي. يبقى false. Number two, the biggest animal in the sea is a fish. احنا لسه قايلين مين ال biggest animal؟ هو blue whale. عايش بقى في الورلد عايش في السي هو ال blue whale. يبقى مش fish. False. انما لو قال لي the biggest fish هقول له هي ال shark whale. طب number three, the smallest vertebrate is a bird. هي كانت frog موجودة في Papua New Guinea. يبقى لا طبعا false. Number four, the biggest bird in the world can't fly. مين هي biggest bird؟ الostrich. يبقى can't fly طبعا true. Number one, a frog in Papua New Guinea is the biggest ولا smallest vertebrate. طبعا الفروج دي لقوها ايه؟ smallest vertebrate. Number two, the biggest or smallest bird is the ostrich. الostrich هي ايه؟ the biggest bird. برافو. وبكده نبقى خلصنا الدرس بتاعنا يا سنة رابعة. يا رب اكون سهلته عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو ليكوا اي سؤال ابعتولي في الكومنتس وانا هرد عليكم. اشوفكم على خير. مع السلامة.